والله نظن هذا مباراة ودية ما فيه مشكل، ولكن في المباريات الرسمية نتمنى الجمهور إن شاء الله يجي، وهذا الشيء عادي في كرة القدم. احنا علينا لازم نديروا نتائج باش نجيبوا هذا الجمهور يتبع الفريق تاعو إن شاء الله. دونك المسؤولية راح تكون مسؤولية علينا احنا كطاقم فني، كلاعبين، كإدارة، باش نخدموا ونجتهدوا ونخدموا فريق تنافسي، فريق اللي يلعب من أجل الأدوار الأولى. وهذا الشيء اللي يخلي يعني الجمهور يحضر لنا. الجمهور أنا عارف جمهور طنجة يحب الفريق تاعو، يحب النادي، ولكن هذا المهمة تاعنا إن شاء الله في المستقبل.